السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة أخبار الوظيفة، مرحبا بكم في فيديو جديد. فضلا وليس أمرا، المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم أي جديد. إذا بشكل رسمي لقد تم الإعلان عن تاريخ إجراء الامتحان الخاص لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022، وإن شاء الله في هذا الفيديو غادي نتحدث لكم على الشروط وكذلك الاختبارات إضافة إلى بعض النقاط الأخرى. كما جاء في الإعلان، بالنسبة للاختبار غادي يكون يوم الأحد 4 دجنبر من سنة 2022 بمدن الرباط، الدار البيضاء، فاس، طنجة، وجدة، مراكش، أكادير، بني ملال، الرشيدية، العيون. الاختبارات الكتابية للامتحان الخاص يمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة. كيفما لاحظتوا في الإعلان فهناك متغير جديد بالنسبة للاختباران الكتابيان، غادي يكونوا عبارة عن أسئلة وأجوبة من عدة اختبارات على شكل QCM. هنا غادي نشرح لكم هذه الاختبارات إضافة إلى المواد التي مطالبون بمراجعتها. إذن كما تلاحظون في هذا الجدول، الاختبار الكتابي الأول الفترة الصباحية، كاين الاختبار الكتابي الثاني غادي يكون فترة المسائية بمعنى في المساء. كيف ما كتلاحظوا في الاختبار الكتابي الأول في الصباح، خاصكم تراجعوا قضايا ومواضيع ذات صلة بمنظومة العدالة ثم قانون المسطرة المدنية إضافة إلى قانون المسطرة الجنائية. مدة الاختبار كاين 3 ساعات من 9 ل 12. أما الاختبار الثاني في المساء، مطالبون بمراجعة قانون الالتزامات والعقود ومجموعة القانون الجنائي والمادة الإدارية. كذلك مدة الإنجاز 3 ساعات من 3 إلى 6. واللي كينجح في الاختبار الكتابي غيدوز الاختبار الشفوي. يعني احنا ما نشرحوش الاختبار الشفوي، فقط الاختبار الكتابي. وطبيعة الاختبارات، تجرى الاختبارات الكتابية والشفوية باللغتين العربية أو الفرنسية حسب اختيار المترشح. إذن هذه هي المواد اللي خصكم تراجعوا. بالنسبة للشروط فراها معروفة، خاص المترشح يكون عنده الإجازة في القانون الخاص أو القانون العام. وبالنسبة للتسجيل، يسجل طلب الترشيح لاجتياز الامتحان وجوبا عبر البوابة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض ابتداء من يوم الخميس 15 سبتمبر من سنة 2022 على الساعة 8:30 صباحا إلى غاية يوم الثلاثاء 4 أكتوبر من سنة 2022، هو آخر أجل للتسجيل. المهم أنا غدا إن شاء الله سنقوم بشرح طريقة التسجيل من أول مرحلة إلى آخرها. غير هو واحد الملاحظة، أثناء عملية التسجيل يتطلب منكم تحميل نسخة البطاقة الوطنية وشهادة الإجازة. إذا هذا هو كل ما يخص عن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة. في الأخير كنتمنى هذا الفيديو ينال إعجابكم، وما تنسوش تدعموني بالاشتراك وتقوموا تفعيل زر الجرس ليصلكم أي جديد. وبالتوفيق والسلام.